دعوني أرحب بضيفتي السيدة لينا قنوع، محللة أسواق مالية في مجموعة إيكويتي في دبي. حياكم الله سيدة لينا. أهلا بك سيدة لينا. نبدأ من كيف نقيم تراجع أسعار النفط عالميا اليوم؟ على مدى الأيام الماضية شهدنا تراجع سعر البرميل الواحد يتراجع تدريجيا، بينما وصل الآن إلى 70.24 دولارا. نعم، بالنسبة لأسعار النفط هذا طبيعي لتراجعات أسعار النفط التي نشهدها بعد المستجدات والتحذيرات التي شهدناها من وكالة الطاقة الدولية. لا ننسى أنه متحول دلتا والانتشار الواسع لفيروس كورونا، وخاصة من أكبر الدول المستهلكة للنفط خاصة من الدول الآسيوية مثل الصين، يؤثر بشكل كبير على الطلب على النفط. فتوقعات وكالة الطاقة الدولية حيث أشارت أنه النمو الطلب على النفط يعني قد توقف تماما خلال شهر يوليو، وتوقع أن يكون النمو بوتيرة أبطأ خلال النصف الثاني، يعني الارتفاع يكون بالنسبة ارتفاع في النمو في الطلب على النفط سيكون بوتيرة أبطأ خلال النصف الثاني من هذا العام. تتوقع وكالة الطاقة الدولية بأن أو كان هناك انخفاض خلال شهر يوليو من انخفاض ب120، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن نمو الطلب على النفط سيكون أقل من 500 ألف برميل يوميا مقارنة بالتوقعات التي وضعتها وكالة الطاقة الدولية سابقا. فبالتالي من وجهة نظري الاقتصادية، حتى لو كان هناك انخفاضات في أسعار النفط يعتبر بالمنطقية لأنه أو إيجابي، لأن ارتفاع أسعار النفط يعني أثر بشكل كبير بالعادات الاستهلاكية، وهذا ما ذكره البيت الأبيض، وخاصة عندما أبدأ قلقه من ارتفاع أسعار البنزين. فهذا يعني بشكل عام هي الأسباب التي أدت بالفعل إلى تراجع أسعار النفط. طبعا إذا نظرنا إلى أسعار النفط فالاتجاهات هابطة، والاحتمال الاتجاه الهابط وارد خلال الفترة المقبلة نتيجة الأسباب التي ذكرتها سابقا. متوقع أن نشوف برنت انه متجه الى اقل من 67، وبنفط الخام الامريكي عند 65 دولار، وربما لو كسرنا تلك المستويات سيكون الاتجاه الهابط اكثر من ذلك بالنسبه لاسعار النفط. طيب سيده لينا، هل تعتقدين ان اسعار النفط ستتدنى الى دون ال 65 دولارا في الفتره المقبله؟ انت تحدثتي على انخفاضات، لكن هل سنصل الى حاجز ال 65 او دون ال 65؟ من غير المستبعد أن نصل إلى دون مستويات 65، لكن إذا يعني مع مراقبة الأوضاع ومراقبة الإغلاقات الاقتصادية وبدأت انتشار تحول دلتا فيروس كورونا في الدول، يعني كل ما زادت إجراءات التقييد وإجراءات الإغلاقات الاقتصادية بالتالي سوف يؤثر على الطلب على النفط. لا أستطيع أن أرسل في الوقت الحالي، لكن كسر 65 دولار ربما يعني نتجه إلى الاتجاه الهابط، ربما نصل لتلك المستويات. طيب إلى أي مدى تؤثر بيانات المخزونات الأمريكية على أسعار النفط عالميا؟ يعني بيانات المخزونات الأمريكية هي جزء مهم جدا ومؤثر طبعا على أسعار النفط، ويعني أو جزء يعني لا نستطيع أن نقول هي الجزء الأساسي، ولكن هي جزء من مجموعة من العوامل التي تؤثر على أسعار النفط، وخصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الدول المستهلكة للنفط. لكن لا ننسى أنه عندنا دول ثانية من أكبر الدول المستهلكة، من دول آسيوية مثل الصين ودول أخرى في آسيا، يعني الطلب من تلك الدول، فالطلب من تلك الدول عندما يقل سوف يؤثر ويضغط على أسعار النفط. الآن المخزونات تقريبا نحن نتحدث عن المخزون الأمريكي عند 438 ألف، يعني هو أدنى من متوسط الخمس سنوات، يعني أقل تقريبا ب6% من متوسط الخمس سنوات. لذا يعني بالنسبة ل
يعني تأثير، يعني إذا نظرنا إلى المتحور دلتا هو أكبر من تأثير المخزون الخام الأمريكي، المخزون الأمريكي، لأنه حتى وأن نعتبر المخزون الأمريكي هو جزء من البيانات الهامة أو التي تؤثر على أسعار النفط. طيب نعم استكملي، عفوا كملي. نعم تفضل. يعني نتحدث عن المخزونات الأمريكية وتأثيرها حتى على أسعار النفط، لكن هنالك كانت اجتماعات في الفترة السابقة لمنظمة أوبك، إضافة أوبك بلس، تقرر زيادة الإنتاج التدريجي في أسعار في النفط. هل تعتقدين أن موضوع أوبك أسهم بتراجع أسعار النفط؟ بالنسبة لقرار أوبك بلس برفع الإنتاج تدريجيا ب 400 ألف برميل يوميا، لا أعتبره قرارا، يعني يعتبر قرارا تعسفيا. بالعكس، هو رفع الإنتاج التدريجي، شاهدنا كيف الأسعار ارتفعت من بداية أسعار النفط خلال هذا العام، تقريبا نتحدث عن 50% من ارتفاعات أسعار النفط. فرفع الإنتاج بشكل تدريجي كان من الضروري أن يتم هذا الرفع من قبل أوبك بلس، لكن مع المفاجآت التي شاهدناها كما ذكرنا عن فيروس متحور دلتا وإجراءات التقييد التي قامت بها الصين وإغلاقات التي عن بعض التقييدات في عدة مدن صينية، هذا عم بيأثر، سوف يؤثر على الطلب على النفط. بالفعل يعني رفع الإنتاج في الوقت الحالي سوف طبعا يضغط على أسعار النفط بشكل عام، وخاصة إنه يعني عم نشوف الآن وكالة الطاقة الدولية على الطلب على النفط نتيجة انتشار متحور دلتا فيروس كورونا، عم تتوقع أنه كما ذكرنا أنه توقعات بأنه يكون الطلب على النفط أقل من 500,000 برميل خلال النصف الثاني من عام 2021. كانت توقعات الطلب على النفط أن تزداد خلال النصف الثاني من هذا العام، لكن متحور دلتا عم بيقيد الطلب على النفط. فبالتالي فمتحور دلتا تأثيره بشكل كبير، ولكن دور منظمة أوبك بلس يعني لن تسبب يعني ما قامت به برفع الإنتاج، يعني هذا يعتبر يعني حتى شهدنا انخفاضات أسعار النفط تعتبر منطقية يعني، وليست أنه عم تسبب انهيارات في أسعار النفط. فأعتقد أنه دور أوبك بلس طبيعي جدا أن قامت برفع الإنتاج، ونحن وكما ذكرنا أنه ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 50% هذا الشهر فقط، ارتفاض ب 9% لأسعار النفط، التراجعات تقريبا يعني خلال اليوم شهدنا الصباح هذا اليوم ب 1.3% أو أكثر من يعني من 1% من تراجعات أسعار النفط. فبالتالي يعني تراجعات تعتبر طبيعية بعد الارتفاعات التي جدا شهدناها خلال من مطلع هذا العام بالارتفاعات ب 50%. طيب هل إنتاج النفط الحالي كافي لانتعاش الأسواق العالمية؟ وهل هذا الإنتاج يهدد انتعاش الاقتصاد العالمي؟ بالنسبة هل إنتاج النفط الحالي العالمي كافي لانعاش الاقتصاد العالمي؟ وهل ممكن أن يهدده في حال زيادة هذا الإنتاج؟ يعني الآن يعني بشكل عام وقت يعني الإنتاج طبعا يعني النفطي يعني كافي لإنتعاش الاقتصاد، نعم، خصوصا يعني نحن عم نشوف إنه الارتفاعات النفط عم تتوقف، هذه الارتفاعات يعني نحن قلقين وكنا سابقا قلقين من عدم كفاية الإنتاج، تحدثنا ميران وتذكرنا إنه الإنتاج غير كافي ويجب أن يتم رفع الإنتاج، وعدة دول تقول إنه يجب أن يتم رفع الإنتاج خاصة من قبل أوبك بلس. لكن الآن مع انخفاض الطلب العالمي على النفط وبعض الانخفاض في أسعار النفط، هذا يعني برأيي أنه يعتبر جيد جدا بالنسبة للمستهلكين، وخاصة أيضا لبعض المستهلكين وأيضا لبعض الدول المستهلكة. طيب تركيز الولايات المتحدة والصين على معالجة الانبعاثات الكربونية وأيضا خطط الزيادة استخدامات أنواع الطاقة المتجددة، كيف سيؤثر ذلك على الدول المنتجة في أوبك، كون أغلب هذه الدول تعتمد
في اقتصادياتها، على تمويل موازناتها وتمويل الموارد لديها على النفط كمورد رئيسي لتغذية الموازنات العامة؟ نبيل، يعني منذ الآن نحن تحدثنا، بدأت الدول بالاتجاه يعني بدلا من النفط إلى اتجاه نحو الطاقة البديلة أو الطاقة النظيفة وتقليل من الاعتماد على النفط، لكن أعتقد أنه هذا يحتاج وقت طويل لنقلل الاعتماد على النفط بشكل عام. ربما يستغرق هذا الوقت من 5 إلى 10 سنوات. طبعا إذا كان هناك دول تعتمد على النفط في دخلها بشكل كبير، فهذا سوف يؤثر بشكل كبير على موازنتها كما ذكرت، لكن ليس في الوقت الحالي، لأن كما ذكرنا هذا الاعتماد الكامل على يعني التقليل من الاعتماد على النفط هذا يحتاج إلى عدة سنوات، وبالتالي طبعا سيؤثر تعتمد على النفط بشكل كامل انخفاض الدخل، وبتقابل الدول الأخرى التي تنوع في الاقتصاد الداخلي ولا تعتمد على النفط يعني وتتجه إلى طرق أخرى، فبالتالي بالأساس سيكون هناك تأثير جيد على دخلها. طيب سيدة لينا، الآن ننتقل إلى موضوع الأسهم خاصة في أوروبا. منذ أكثر من فترة طويلة تسجل الأسواق الأوروبية، أسواق الأسهم الأوروبية، أطول سلسلة مكاسب منذ شهر يونيو الماضي، رغم مخاوف انتشار المتحور دلتا. كيف نفسر ذلك الأمر؟ أسواق الأسهم دائما تسبق دورة أعمال الاقتصاد، وبحسب القوانين والعلاقة بين دورة أعمال الأسهم والدورة الاقتصادية دائما دورة أعمال الأسهم تسبقها بثلاثة أو ستة أشهر تقريبا. نحن نعلم أنه اقتصاد منطقة اليورو خرج من ركود مزدوج منذ الربع الثاني من عام 2021، بدأ يخرج لأنه عانى بفترة جائحة كورونا من هذا الركود المنتج المزدوج. خلال البيانات الاقتصادية السيئة حتى كان قطاع الخدمات في منطقة اليورو السلبي، فلاحظنا بسبب أنه الخروج من ركود مزدوج وبداية تفاؤل بتعافي الاقتصادي العالمي تتبعا، وأيضا الأمال بتعافي اقتصاد منطقة اليورو، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية ارتفاعات ووصلت بالفعل إلى مستويات قياسية. لكن البنك المركزي الأوروبي برأيي لن يغير بسياسته النقدية، وسيحتاج إلى وقت أطول حتى العام المقبل لن نشهد هذا يعني هذا التغيير. ربما يعني إذا حصل تغيير يعني خلال النصف الثاني من العام المقبل، ربما هذه نتجه إلى هذه التغييرات. طيب نحن نبقى في موضوع نعم كملي. بالنسبة لخطط التحفيز من عم نشوفها من قبل البنوك المركزية الأوروبية ومن عدة بنوك أخرى في العالم، سوف برأيي سوف تستمر، وبالتالي نتيجة خطط التحفيز القائمة من أجل النهوض بالتعافي الاقتصادي العالمي، وخاصة مع يعني لم نصل إلى تعافي الاقتصادي الكامل، فنحن نحتاج إلى يعني عم نشوف عفوا أنه في شهية من قبل المتداولين لأخذ المخاطر والتوجه نحو أسواق الأسهم. يعني أسواق الأسهم الأوروبية عم ترتفع لمستويات قياسية، الأسهم الأمريكية عم نشوفها عم توصل لمستويات قياسية، أعلى مستويات تاريخية بالنسبة لمؤشر داو جونز، مؤشر الإس أند بي 500، يعني جميع المؤشرات نتيجة الخطط التحفيز عم تدعم أسواق الأسهم نحو الارتفاع. طيب نبقى بموضوع فيروس كورونا واللقاحات، لا تعتقدين أن تسارع وتيرة توزيع اللقاحات شجع إلى معاودة فتح الأنشطة الاقتصادية أيضا وارتفاع توقعات النمو في الفترة القادمة، خاصة أن هنالك أنباء عن وجود اللقاح الثالث أو توفر اللقاح الثالث في الولايات المتحدة الأمريكية؟ صندوق النقد الدولي طبعا خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي تقريبا نحن
نتحدث عن 6% وأيضا للدول الناشئة والدول النامية 6.19% تخفيض بدل 6 يعني بدل 6.17%. هناك تخفيض نص لصندوق النقد الدولي نتيجة أنه أن الفيروس بتحور دلتا، هناك انتشار لم يتم التعافي الاقتصادي، المخاوف أنه ليس الفيروس بشكل عام هو الذي يتسبب بقضية التعافي الاقتصادي، ولكن نتيجة الإجراءات التي تقوم بها الحكومات سواء من إجراءات تقييد من إجراءات إغلاقات اقتصادية هي التي تتسبب في خفض النمو الاقتصادي. يعني نحن كما نذكر الصين، الإجراءات التي تتخذها الصين وخاصة في عدة مدن وقيود على عدة مدن صينية، اللي لا شك أنه راح يكون لها تأثير بشكل كبير على أكبر اقتصاد في العالم. فهذا يظهر أنه في تباطؤ اقتصادي في الصين نتيجة هذه الإغلاقات. لا أتوقع أن تكون قبل حكومات إغلاقات شاملة كالتي حصلت في عام 2020 وسببت بانهيارات اقتصادية، لكن لا بد أن نقول أن الإغلاقات الاقتصادية وإجراءات التقييد سيكون لها تأثير على طبعا لها تأثير على التعافي الاقتصادي والنمو الاقتصادي. أنت ذكرت أن التطعيمات التي عم نشهدها بشكل عام اقتصادي لولاها لما بدأ لما بدأنا بفتح الاقتصاديات. يعني فمتحور دلتا بشكل عام اللي عم نشوفه هو له تأثير سلبي، لكن مع حال التطعيمات مع إجراءات التطعيم اللي عم تتم على نطاق واسع وشامل عم بتقلل من مدى خطورة وتأثيرها على الاقتصاد والتعافي الاقتصادي العالمي. سيدة لينا، الآن ننتقل إلى موضوع الصين، أحد أكبر اقتصاديات العالم. اليوم صدرت بيانات اقتصادية من الصين أفادت بتباطؤ نمو الاقتصاد، ما هي قراءتكم لهذه البيانات الاقتصادية؟ وهل من الممكن تطبيق ما يحصل الآن في الصين على مستقبل النمو في الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية؟ طبعا النمو اليوم انخفض نمو الانتاج الصناعي في الصين 6.14%، وهو ادنى مستوى له منذ 11 شهر تقريبا. استمرار طبعا الانكماش، اذا المنسوجات مثلا عم نشوف انكماش ب 1%، لدينا انكماش في قطاع السيارات ب 15.16%، لدينا انكماش تقريبا في المصادر غير المناجم مثلا تراجعات او انكماشات 2.16%، بإنتاج الإسمنت هذا الانكماش بنسبة 6.16%. يعني في الحقيقة كل هذه الأرقام تثبت بأن هناك يعني تباطؤ في الاقتصاد الصيني. إذا نظرنا إلى مبيعات التجزئة في الصين أيضا نشاهد هذه، هناك تراجعات وانخفاضات في مبيعات التجزئة، نحن نتحدث عن 8.15%. أيضا إذا نظرنا إلى بيانات البطالة وهو مؤشر مهم في ارتفاع في معدل البطالة، نحن نتحدث عن 5.10%. انتشارات متحور دلتا بالفعل أصبح أمر مقلق، كما يعني عم ذكرت وخلال بداية حديثك، أمر مقلق بالفعل ليس فقط في الصين فإنما في جميع دول العالم وخاصة في الدول العظمى. لكن رغم هذا الانتشار في فيروس دلتا متحور، لا أعتقد أنه يسبب انهيارات اقتصادية، وأكرر أنه التي حصلت في عام 2020، لكن إجراءات القيود اللي عم تفرض بعض الدول ربما تتجه دول أخرى إلى إجراءات سيكون لها تأثير واضح وأمر مضر لوتيرة التعافي الاقتصادي.
الاقتصاد الصيني يتباطأ، والتباطؤ بالفعل تباطؤ الاقتصاد الصيني فيه يعني أصبح ملموسا، وهذا ما تؤكده البيانات الاقتصادية بالفعل التي ظهرت هذا الأسبوع. فبالتالي لا يعني عم نشوف أيضا الصين تتجه إلى ضخ المزيد من السيول، ضخ مليارات من اليوان الصيني من خلال القروض المتوسطة الأجل خلال اليوم، هذا لدعم التعافي الاقتصادي. فبالتالي الآن يعني ما لا يعني من غير ممكن أن يكون هناك تجديد للسياسة النقدية سواء من البنك المركزي الأوروبي سواء من البنك السويسري، ونحن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية وهناك حديث من قبل يعني المتداولين وحديث الأسواق عن بداية تقليص مثلا برنامج شراء الأصول في الولايات المتحدة الأمريكية البالغ 120 مليار دولار بعد أرقام بيانات الوظائف الأمريكية. لكن لا ننسى أن الصين وأرقام بتشير لحد تباطؤ الاقتصاد العالمي، يعني كبداية مؤشر أنه هناك سيحدث تباطؤ، وظهر في بعض المؤشرات لما تحدث عن بيانات مؤشر مثلا ثقة المستهلك الأمريكي في الولايات المتحدة عم يتباطأ، لدينا مؤشر قطاع الخدمات أيضا في انخفاضات، رغم أنه قطاع الصناعة التحميلية في الولايات المتحدة الأمريكية عم نشوف عليه ارتفاعات. فتعتبر بيانات الصين فعلا مؤشر يعني مسبق عما سيحدث في الفترة المقبلة أو مما سيشهده العديد من الدول، مما يجعلني يعني أنه أرى بالفعل في تباطؤ في النمو. لكن أنا لا أتحدث أبدا عن أي انهيارات اقتصادية، بل أتحدث فقط عن فقط تباطؤ في النمو. لن يحصل انهيار اقتصادي كالذي حدث في عام 2020، ولكن هناك إشارات تشير إلى هناك تباطؤ اقتصادي خلال الفترة المقبلة. السيدة لينا قنوع محللة الأسواق المالية في مجموعة إكوتي من عمان، شكرا لك.